بكم في حلقة اليوم من برنامج العدد الأخير، جولة جديدة من العدد الأخير لأبرز العناوين واهتمامات الصحف الإسرائيلية الفلسطينية العربية والعالمية. ينضم إلي في هذه الجولة الخبير في شؤون الشرق الأوسط الأستاذ علي واكد. أهلا بك علي. دعني أذهب وإليك إلى أبرز العناوين في الصحف اليوم، ولنا عودة للتحليل والمناقشة. وهذه هي العناوين التي اخترناها لكم مشاهدينا. من الصحف الإسرائيلية، صحيفة إسرائيل هيوم، رئيس الوكالة اليهودية: سنعتني بممتلكات اليهود من الدول العربية. ومن صحيفة هآرتس: بنت يصدر تعليماته بعدم إعادة جثة مخاربين إلى غزة، ومسؤولون أمنيون يقولون أن هذه الخطوة ستشكل معضلة. ومن الصحف الفلسطينية، صحيفة الحياة الجديدة: بعد لوكسمبورغ، إيرلندا تدعو إلى التصدي لخطط الاحتلال لضم غور الأردن. ومن الصحف العربية، صحيفة الاتحاد: عقيلة يدعو لعدم الاعتراف باتفاقية السراج وأردوغان. ومن الصحف العالمية، صحيفة ديلي نيوز التركية: تركيا تلوح بإغلاق قاعدة إنجرليك وكوجيك إذا تطلب الأمر. مجددا علي، نبدأ الآن من صحيفة إسرائيل هيوم التي ذكرت عنوان تحت رئيس الوكالة اليهودية: سنعتني بممتلكات اليهود من أصول عربية، وذلك بالإشارة إلى المشروع السري الذي كشفت عنه الجريدة بطلب تعويض 150 مليار دولار لليهود. 150 مليار دولار قبل 70 عاما أنسام، يعني أنا لست خبيرا بنكيا لأعرف ما هو المبلغ اليوم، لكنه سيكون بالتأكيد من وجهة النظر الإسرائيلية 3 أو 4 أو حتى 5 أضعاف ال 150 مليار الذي تتحدث عنهم إسرائيل. هذا الخبر أثار ضجة كبيرة في إسرائيل. إسرائيل تجري مسحا على مدار عامين لتقدر ما هي حجم ممتلكات اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل بعد نشأة الدولة الإسرائيلية، وباعتقادي أن يعني ربما يكون المبلغ مضخم ومبالغ فيه بعض الشيء، لكن إسرائيل تضع على الطاولة ورقة عنوانها: هناك ليس فقط لاجئون فلسطينيون، لكن هناك لاجئون يهود، ويجب تعويضهم أيضا في إطار أي تسوية سياسية ثابتة ودائمة بين إسرائيل والفلسطينيين، بين إسرائيل والدول العربية. هناك من يقول أن عمليا هؤلاء الممتلكات ظلت في الدول العربية وفي إيران، وأن على هذه الدول أن تدفع ثمن هذه الممتلكات. وهناك من يعتبر أن إسرائيل تريد إخافة الدول من أن حل سياسي مع الفلسطينيين وتسوية شاملة ستضع على الطاولة هذه المبالغ التي ربما قد لا تشجع الدول العربية على دعم التوصل إلى حل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين والإبقاء على الوضع الراهن والذي تتجاوز من خلاله إسرائيل الملف الفلسطيني وتستمر بالتطبيع مع الدول العربية. جدا يفوق ميزانيات الدول العربية. وبالحديث الآن والذهاب إلى صحيفة هآرتس التي عنونت: على الرغم من هزيمة داعش في سوريا والعراق، أذرعتهم في سيناء لا تزال فعالة ونشطة. ولاية سيناء أو أنصار بيت المقدس، بالفعل لا زالت هذه المجموعات تنشط في سيناء وتشكل معضلة وتشكل تحدي للجيش المصري. أنا لا أفهم التوقيت، ربما هناك حديث عن رغبة من الجيش أن يتم زيادة ميزانيات، لأن وجود داعش في سيناء ليس بالجديد. وصحيح أن داعش هزم في سوريا والعراق، ولكنه لم يهزم نهائيا ولم يختفي من المشهد السينوي في سيناء، لكن توقيت هذا الخبر مثير بعض الشيء أنسام. صحيح. في صحيفة إسرائيل هيوم علي، وعلى لسان قائد أركان الجيش كوخافي: عدد أعداؤنا أكبر من عدد الجبهات. ربما هذا العنوان يحمل في طياته الحديث عن ميزانيات الجيش، وهل بالفعل أعداد الجبهات ضد إسرائيل في علو؟ يعني من ناحية الجبهات، هناك الجبهة السورية والجبهة اللبنانية، وبالنسبة لإسرائيل هي جبهة واحدة، وهناك الجبهة الجنوبية في قطاع غزة، بمعنى نحن نتحدث عن جبهتين أو عن 3 جبهات. ولكن كوخافي يقول أن الأعداء في هذه الجبهات أكثر من عدد الجبهات، وباعتقاده هو محق، لأن في سوريا هناك عدد كبير من المجموعات المسلحة التي تنشط،
ومواليه لايران بعضها، هناك حزب الله، هناك الحرس الثوري، هناك الجيش السوري، يعني نحن نتحدث عن جبهه واحده، وهناك الفصائل الفلسطينيه بطبيعه الحال، وكذلك في جنوب لبنان هناك حزب الله وبعض المجموعات الفلسطينية وغيرها، وفي قطاع غزة نحن نتحدث عن جبهة واحدة ولكن عن عشرات الفصائل الفلسطينية المسلحة التي تستهدف إسرائيل. علي، وفي نفس الموضوع من صحيفة معاريف، الجيش الإسرائيلي يعارض تقصير الخدمة العسكرية للجنود التي كانت 3 سنوات والآن هي بمشروع قانون خفضت لسنتين ونصف. هل نتحدث هنا عن الجيش يحاول تجنيد ميزانية ضخمة أو ميزانيات أخرى له في؟ يعني نحن مشكون على الموازنة للعام الجديد التي لا أحد يعرف هل سيتم إقرارها في ظل الشلل السياسي الذي يضرب إسرائيل منذ أكثر من عام، ولكن لا شك أن كلما نقترب من موضوع الموازنة الجيش يرفع سقف مطالبه. السياسيون يريدون أصوات الجنود فيقومون بتقصير مدة الخدمة العسكرية من 36 شهرا 3 سنوات الى 3 سنوات ونصف الى سنتين ونصف، ولكن الجيش يحذر من ان التحديات الامنيه تتطلب. ربما يكون حل الوسط زيدوا الميزانيات وسنوافق على تقليص مده الخدمه العسكريه. في يدعوت احرنوت عنوان تخبط في صفارات انذار الجيش الاسرائيلي. تعرفين مع كل قذيفة صاروخية يتم إطلاقها من قطاع غزة تدوي صافرات الإنذار في الجنوب. في غالبية الأحيان الجيش الإسرائيلي يقول أن القبة الحديدية تعترض هذه القذائف الصاروخية، وأنه في هذه الحالة لا حاجة لتشغيل صافرات الإنذار، لأن وفق المعطيات السبب الرئيسي المكون الرئيسي للإصابات هو إصابات الهلع، وأن إصابات الهلع هذه تأتي نتيجة لصفرات الإنذار. وفي كثير من الأحيان حتى وإن تم إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة لا حاجة لتفعيل هذه الصافرات لأن القبة الحديدية ستعترضها. الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي ترفض هذا المقترح لأنها من ناحية تريد إخلاء مسؤوليتها وتقول أنه مع كل قذيفة صاروخية يتم إطلاقها من قطاع غزة يجب الإشارة إلى الجمهور ليختبئ في الملاجئ وفي المناطق المحصنة تفاديا لوقوع إصابات في حال لم تعترض القبة الحديدية هذه القذيفة الصاروخية. هذا النقاش وبالحديث عن قطاع غزة إلى عنوان في صحيفة هآرتس، بنت أصدر أوامره بمنع إرجاع جثث مخربين إلى قطاع غزة، وذلك ومسؤولون أمنيون يقولون إن هذه الخطوة ربما ستكون معضلة أو ستشكل معضلة. هناك اتصالات حول التهدئة والتسوية بين فصائل قطاع غزة وتحديدا حماس وبين الجانب الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي متحمس جدا للتهدئة على عكس السياسيين. بنت يستعد لمعركته الانتخابية. إسرائيل موشكة على انتخابات في 2 آذار. بنت هو يرأس حزب اليمين الجديد ويريد مغازلة الجمهور اليميني. وقضية ما يوصف بجثث الفلسطينيين أو ما يسميها هو جثث المخربين هي وكأنها وسيلة عقابية جديدة لقائد يميني متشدد سيوري الفلسطينيين من أين يؤكل الكتف. ستؤثر على التهدئة بحسب الخبراء. هذا تخوف الجيش وتخوف المستوى العسكري أن بسبب رغبات سياسية للسياسي، هو صحيح أنه وزير الأمن لكنه في النهاية هو سياسي لديه أهدافه، أن تؤثر هذه الحسابات السياسية الانتخابية على الأوضاع الأمنية الاستراتيجية التي يأمل الجيش الإسرائيلي أن يتم التوصل إليها مع فصائل قطاع غزة عبر وساطة مصرية. إسرائيل هيوم علي، هناك عنوان بومبي يهاجم الديمقراطيين وانتقاداتهم للمستوطنات في الضفة الغربية حمقى أو سخيفة بحسب تعبيره. ولم يكتفي بوصفه بالسخافة للديمقراطيين، هو هاجم إدارة الرئيس أوباما السابقة وقال أنها ابتعدت عن التحالف الاستراتيجي التاريخي بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن هذا الابتعاد أبعد أيضا حظوظ وفرص إتمام والتوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط، بمعنى أن إدارة ترامب لا تبدو وكأنها في طور إعادة النظر في دعمها المطلق للسياسة الاستيطانية للحكومة الإسرائيلية الحالية. صحيح. وإلى الصفحات الداخلية في يدعوت أحرنوت التي قالت أن الاتحاد الأوروبي ضد
التلفريك أو السكة أو القطار الهوائي في البلدة القديمة في القدس. يعني نسمع من ناحية بومبيو والولايات المتحدة ملتزمة بتأييد المستوطنات، والاتحاد الأوروبي لا زال متخوف، وبما أن هذا القطار الهوائي سيضرب سيشكل حجر إضافي في استمرار السيطرة الإسرائيلية على القدس الشرقية بالنسبة للمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، القدس الشرقية كالضفة الغربية هي مناطق تحت احتلال، يجب أن تكون محط تسوية بين ومتنازع عليها ومحط تسوية بين إسرائيل وبين الفلسطينيين. لذلك يعارض الاتحاد الأوروبي هذا القطار واعتبره خطوة جديدة في ترسيخ السيادة الإسرائيلية على مناطق متنازع عليها، هذه المرة في القدس. وإلى عنوان أخير من معريف نقرأ أيضا علي معبدع حملة سعر الانتخابية يقول أن من ينتخب نتنياهو سينتخب المعارضة القادمة. هذا هو الخط الذي سيسير فيه جيدعون سعر في الأيام القادمة. في 26 ستجري من هذا الشهر ستجري الانتخابات لرئاسة الليكود، لنعرف من هو الشخص الذي سيقود الحزب في الانتخابات في انتخابات أذار القادمة. هل سيكون رئيس الوزراء نتنياهو أم سيكون سعر؟ سعر يقول لناخبيه ولجمهور الليكود، نتنياهو فشل في انتخابات نيسان بتشكيل حكومة، وفشل في انتخابات أيلول بتشكيل حكومة، والمرة الثالثة ستكون أكثر خطورة، بمعنى أنه لن يفشل فقط بتشكيل الحكومة، ولكنه سيمنح هدية لليسار والوسط بأن يشكلوا هم الحكومة. هذا الخط، السؤال هل سينجح جدعون سعر باستقطاب مزيد من الأنصار من والمؤيدين من داخل الليكود، لأن استطلاعات الرأي حتى الآن تشير إلى تقدم واضح لبنيامين نتنياهو في هذه الانتخابات الداخلية للليكود، ولكن خط لافت ومثير وشجاع من جدعون سعر. صحيح. لنذهب الآن لنطالع في صحيفة الحياة الجديدة، وهي أحد الصحف إحدى الصحف الفلسطينية. بعد لوكسمبورغ إيرلندا تدعو إلى التصدي لخطط الاحتلال لضم غور الأردن، وهو عنوان على صدر صفحتها الأولى. نعم، الإعلام الفلسطيني متشجع من هذه الخطوات الأوروبية بدءا من لوكسمبورغ الآن إيرلندا، ولكن السؤال هل سيتطور الموقف الأوروبي من الاستيطان واضح ورافض له، لكن هل سيتطور هذا الموقف الأوروبي إلى موقف واضع على سبيل المثال من الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ هذا هو التحدي، وسيكون الإنجاز الكبير للدبلوماسية الفلسطينية إن تم أنسان. وأيضا نذهب إلى الأيام، وعلى صفحتها الأولى توجه فصائل لتنظيم مسيرات العودة في المناسبات الوطنية فقط بدءا من آذار، طبعا بعدما كانت تحدث أسبوعيا. هل هنا هذا العنوان في الإشارة لتراجع أعداد لربما المشاركين في هذه التظاهرات أم لدعم مساعي التهدئة؟ أنت ذكرت التهدئة. إسرائيل كانت تشترط على حماس خلال اتصالات التهدئة أن يتم إيقاف هذه المسيرات. في نهاية المطاف يسأل المرء ما أنجزته هذه المسيرات. هناك من يستخفف بهذه المسيرات، ولكنني أستطيع أن أؤكد لك أنها أزعجت الجانب الإسرائيلي، والدليل أن الجانب الإسرائيلي في كل اتصالاته مع حماس عبر الوسيط المصري وفي بعض الأحيان القطري كان دائما يطلب خطوة بناء ثقة مع الجانب الفلسطيني أن توقف حماس مسيرات العودة الأسبوعية هذه. الآن المسيرات باتت روتين، أعداد الإصابات على حالها دون أن يتطور الأمر إلى إنجازات واقعية كتخفيف الحصار على قطاع غزة، إعادة إعمار القطاع، ومشاريع كالميناء والمطار وما إلى غيرها. لذلك أعتقد أن هو يأتي في سياق الاتصالات التهدئة، ولكن أيضا في سياق تفهم فصائلي، لأنه لا يمكن حشد الجمهور بشكل أسبوعي إن لم تكون هناك أي إنجازات تذكر. دعني هنا أقف على عنوان آخر أيضا في الصفحة الأولى لصحيفة الأيام، وأزمة الكهرباء من جديد إلى الواجهة. إسرائيل تواصل قطع الكهرباء لمدة 3 ساعات ولا ترد على مقترحات لجدولة الديون القديمة. هي إلى الواجهة، ولكن هذه المرة في القدس والضفة الغربية وليس في قطاع غزة. اعتدنا حينما نتحدث عن أزمة كهرباء نتحدث عن أزمة وقود نقول قطاع غزة، ولكن هذه المرة في إطار التوتر الإسرائيلي الفلسطيني. على ما يبدو شركة الكهرباء الإسرائيلية، وهي شركة رسمية، ترفض التهاون مع ديون شركة الكهرباء الفلسطينية التي تعطي الكهرباء لسكان القدس الشرقية أو بعض أحياء القدس الشرقية والضفة الغربية،
وهذا يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات يوميا في هذه المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية. باعتقادي لسنا أمام قضية ديون وقضية اقتصادية ومعضلة اقتصادية، وإنما كر وفر ولعبة صراع بين السلطة الفلسطينية وبين الجانب الإسرائيلي. دعنا الآن نذهب إذن علي إلى الصحف العربية، والبداية مع صحيفة الاتحاد الإماراتية التي اهتمت في صفحتها الأولى بالشأن الليبي والنزاع الليبي الداخلي الإقليمي. عقيلة يدعو لعدم الاعتراف باتفاقية السراج وأردوغان. يعني الليبيين يسمونه عقيلة، وهو رئيس برلمان البرلمان المدعوم من المشير حفتر، على عكس برلمان طرابلس الذي يؤيد حكومة الوفاق. وبما أن حفتر يرفض الاتفاق الليبي تركي، تبرزه صحيفة الاتحاد الإماراتية المؤيدة لحفتر والمعارضة لحكومة الوفاق. وفي عنوان قريب وفي ذات الشأن في صحيفة العرب وزير الخارجية، الحوار مع الرياض يتركز على حسن الجوار وعلى 13 مطلبا ملغاة، هنا في الإشارة إلى شروط الدول المقاطعة لقطر لربما في عدم دعم قطر للجهات الإسلامية المتشددة. نعم، يعني صحيح ربما يكون هناك علاقة بين العنوانين. في لقاء مع قناة الجزيرة يقول وزير الخارجية أن 13 مطلبا ملغاة هي المطالب التي تقدمت بها الدول المقاطعة لقطر، وهي الإمارات والسعودية ومصر والبحرين. من بين هذه المطالب وقف دعم ما يسمى بمنظمات الإسلام السياسي. بالنسبة للإمارات والسعودية وهذه الدول، حكومة الوفاق هي انبثاق للتيارات الإسلامية الفاعلة على الساحة الليبية. لذلك نرى، بالأمس كان العنوان لقاء بين الأمير القطري وبين السراج في قطر، واليوم آخر كمان في العرب القطرية، سمو الأمير يستقبل هنية ويؤكد موقف قطر الداعم للفلسطينيين. نعم، وهذا أيضا يشير إلى استمرار قطر بالإصرار على الحفاظ على سياساتها المستقلة رغم رغبتها بحلحلة الأزمة الخليجية. بمعنى أن قطر تقول هناك مسران منفصلان، مستعدون للحديث عن حسن الجوار وإعادة الشمل الخليجي، لكن ليس على حساب حفاظنا على استقلالية سياستنا الخارجية. وهناك حلحلة أخرى في صحيفة الدستور للوضع الاقتصادي الأردني، فعنونت بجهود ملكية 300 مليون دولار منحة إماراتية للأردن، رغم طبعا علي لأزمة الأميرة هيا وحاكم دبي، تم منح هذه المنحة للأردن. سأختلف معك، لا أعتقد أنها حلحلة للأزمة الاقتصادية، هي تخفف بعض الشيء الأزمة الاقتصادية ولكنها بعيدة عن الحل الأزمة الاقتصادية في الأردن. من وجهة نظري اللافت في أن في الأشهر الأخيرة كان هناك حديث عن توتر أردني إماراتي على خلفية خلاف عائلي بين الأميرة هيا بنت الحسين وزوجها أمير حاكم دبي، ولكن على ما يبدو هذا التوتر لم يؤثر على الدعم الاقتصادي من الإمارات إلى الأردن. وإلى الصحف العالمية علي، تركيا تلوح بإغلاق قاعدة إنجرليك وكوجيك الأمريكية إذا تطلب الأمر. نعم، البنتاغون أنذر بعقوبات جديدة على تركيا بسبب التقارب التركي الروسي وتعامل تركيا مع منظومة الاس 400 الروسية والحرب على الأكراد في شمال شرق سوريا، التي تتهم فيها الولايات المتحدة التركية بأنها تستهدف حلفائها الأكراد. يرد الجانب التركي بالتلويح بإغلاق قاعدة إنجرليك، وهي قاعدة مهمة، هي قاعدة استخدمت لضحض داعش في بالتأكيد يعني الحرب في حرب عام 91 حينما ضربت الولايات المتحدة الرئيس العراقي آنذاك صدام والقوات العراقية، كانت غالبية الطلعات الجوية تكون من قاعدة إنشرليك التركية. هذه القاعدة هامة واستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة. لا أعتقد أن تركيا ستقوم بإغلاقها، ولكن التلويح بهذا الملف يشير إلى بالفعل سخونة التوتر السائد حاليا في العلاقات بين تركيا وبين الولايات المتحدة. الاعتراف الأمريكي بمذبحة الأرمن هو كان بمثابة ربما لا أقول الضربة القاضية، ولكن ضربة موجعة لهذه العلاقة التركية أمريكية. ومن ذا ديلي نيوز التركية إلى ذا واشنطن تايمز الأمريكية، التي عنونت أن ترامب
يرتفع في استطلاعات الرأي والديمقراطيون يتراجعون أو ينزلقون بعد جلسات الاجتماع. هذا الرهان الذي شغل بال جميع المحللين، هل توجه الديمقراطيين للإطاحة بالرئيس ترامب سيخدمهم انتخابيا أم على العكس سيخدم ترامب ويقوي قاعدته الانتخابية؟ وعلى ما يبدو وفق استطلاعات الرأي أسابيع من جلسات الاستماع ونشر الغسيل القذر للرئيس ترامب لم يفلح من وجهة لصالح، لم يساعد الديمقراطيين، وعلى العكس ترامب يحافظ على قوته ويزداد في استطلاعات الرأي بينما يتراجع الديمقراطيين. علي واكد الخبير في شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. وأنتم مشاهدينا عدد جديد آخر غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.